السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. على غير العادة يا جماعة، بصور بالليل بسبب الواقعة اللي حصلت، الواقعة البشعة والغريبة اللي حصلت في إسماعيلية أو في ميدان إسماعيلية. إيه اللي حصل يا جماعة في ميدان إسماعيلية؟ إيه اللي حصل؟ في شخص طلع مسك واحد وذبحه ومسك راسه وذبحه، وبعد ما ذبحه قطع راسه من على جسمه. يعني ناس كتير صورت الفيديو، ناس كتير زعت الفيديو على موقع السوشيال ميديا، الدنيا مقلوبة بسبب الفيديو ده. في لغط كتير، وناس بتقول ده واحد مريض نفسي اللي عمل فيه كده عشان متخانق معاه. في كلام تاني بيقول ان هو مدمن مخدرات فعمل فيه كده لانه هو كان متخانق معاه. ناس كتير بيقول ان هو عمل كده فيه بسبب اخوه، لانه هو شغال عند اخوه في معرض موبيليا واتخانق فيه، فحب ينتقم منه، فاخوه اللي هو قتله ده فعمل كده في الشارع. الحقيقة يا جماعة معايا انا، الحقيقة يا جماعة اللي حصل، الموضوع اللي حصل ده اقول لكم فين بالظبط. اللي حصل في اسماعيلية، في ميدان اسماعيلية، في شارع اسمه بحري، متفرع من شارع طنطا. القتيل يا جماعة اسمه محمد الصادق، بياع سمك او سمك زي ما بيقولوا عليه. اخوه عنده معرض موبيليا اللي شغال فيه الشخص اللي هو قتل محمد الصادق ده. اللي حصل، اللي حصل يا جماعة ان الشخص ده مسك محمد الصادق اللي هو السماك ده في الميدان العام ده، ومسكوه ذبحوه وفصل راسه عن جسمه قدام الاهالي كلها. انا هقول لكم القصه وبعد كده هعقب. طب ايه السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي يا جماعه ان الشخص اللي اسمه محمد الصادق ده السماك كان ماشي مع ام واخت الشخص اللي هو عمل فيه كده. يعني كان ماشي معاها، مع امه واخته، في علاقه، في علاقه زي ما انتم عارفين يعني. فالام والاخت راحوا حكوا لاخوهم اللي هو عمل كده في الشخص اللي اسمه محمد صادق ده. قالوا له ان هما ماشيين معاه وفي علاقه بينها، يعني علاقه بين الشخص ده وبين امه واخته. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا؟ انا مش عارفه اقول ايه والله العظيم. يعني الجريمه جريمه شرف اولا واخيرا. الموضوع طبعا قلب الدنيا، لان دي واقعة غريبة وشنيعة زي ما بيقولوا عليها. اولا ناس طلعت تقول لك اصل هو مريض نفسي. بصوا يا جماعة، مفيش مريض نفسي يمسك واحد يقتله ويفصل الراس عن الجسم ويعمل كده، ده مش مريض نفسي. ثانيا مفيش حد يا جماعة حاش غير واحد بس، واللي حاشه عوره بالسكينة. انا عايز اعرف الناس اللي في الشارع دي كلها كانت ايه. لو الناس اتقاترت على الشخص ده كان هيعمل كده في الشخص ده قدام الناس؟ ثالثا الناس اللي بتصور يا جماعه ونزلت الفيديو على موقع السوشيال ميديا، احنا ذنبنا ايه نشوف حاجه زي كده؟ انا من ساعه ما شفت الفيديو بجد جسمي بيترعش. لو في بقى الطفله او عيل مراهق عنده 16 سنه ولا 15 سنه وشاف فيديو زي ده، يبقى ايه الحل يا جماعه؟ رابعا الناس كلها عماله تقول ده خناقه، ده مش عارف ايه. لا يا جماعه، الجريمه جريمه شرف اولا واخيرا. الشخص اللي اتقتل كان ماشي مع اخت وام الشخص اللي قتل، اللي هو قتل البني ادم ده. طب انا عايزه اقول كلمتين، انت رحت حاسبته هو ليه؟ ما حاسبتش امك واختك قبل ما تروح تحاسب الشخص ده؟ طبعا انا ما بديش عذر الشخص اللي هو عمل كده اللي اسمه محمد صادق ومشي مع امه وبنتها غلطان في الاول وفي الاخيره. بس في الاول وفي الاخر يعني زي ما بيقولوا كده، اللي عنده معزه يلمها. انت ما رحتش ليه لميت اهل بيتك الاول وبعد كده كنت شفت ده؟ لكن انت رحت الاول اتعاملت مع الشخص اللي هو عمل معاهم كده، وما تعاملتش مع الشخص اللي هو رضي يتعمل فيه كده، اللي هي الام والاخت. صح ولا انا غلطانه يا جماعه؟ طبعا فيديو قلب الدنيا بسبب المنظر البشع اللي الفيديوهات نزلت على موقع السوشيال ميديا. طبعا فيديوهات وحيات ربنا، انا اول ما شفت الفيديو انا جسمي بقول لكم لغايه دلوقتي لسه بترعش. الله يعين بقى الناس اللي كملت الفيديو للاخر، انا ما كملتوش بسبب ان المنظر بشع فعلا. احنا ذنبنا ايه يا جماعه للناس اللي بتصور دي ان احنا نشوف الهم ده؟ انا عايزه اعرف، بدل ما كانوا مسكوا التليفون وصوروا يا جماعه. انا بحب التصوير وبحب التصوير من زمان، بس انا كرهت التصوير بجد بسبب الواقعه دي. بدل ما كنت تمسكي التليفون وتصوري، كنت ممكن تتصلي بالشرطه، كنت ممكن تعملي اي حاجه بالتليفون غير ان انت تصوري. الناس اللي كانت واقفه في الشارع برضو العتب عليهم. انا عايزه اعرف بس فين الشهام بتاعت زمان؟ لما حد كان بيمسك في حد كان على طول بدل الراجل 10 يتدخلوا ويفكوا الخناقه. لكن دلوقتي يا جماعه اللي بيشوف واحد بيقتل في الشارع بيسيبه. انا مستنيه رايكم في تعليقات على الفيديو ده.